أهلا بكم من جديد، مستمرون في هذا المساء مع ملفاتنا المتبقية. سيناتور أمريكي يحذر من سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتركيا ترحب بقرار ترامب تجميد أموال مخصصة للشمال السوري وسط تعزيز واشنطن لقواتها في منبج. بعد اتفاق أعلنت روسيا التوصل إليه مع جيش الإسلام، بدء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من مدينة في الغوطة الشرقية في خطوة تمهد طريق القوات السورية لاستعادة كامل المنطقة قرب دمشق. حذر السيناتور الأمريكي لينزي جراهام من سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى إحياء تنظيم الدولة الإسلامية وزيادة النفوذ الإيراني في سوريا. وقال السيناتور لينزي جراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القرار سيكون أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد لمستشاريه نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا، فيما عززت واشنطن نشر قواتها في محيط منبج. الانسحاب الأمريكي من سوريا العنوان الأبرز الذي تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفته بالفجوة المثيرة للقلق ما بين الإدارة الأمريكية والتصريحات التي يدلي بها ترامب. الانسحاب من سوريا أثار انتقادات المسؤولين الأمريكيين، حيث أن هذه الخطوة ستعطي المجال لإحياء تنظيم الدولة الإسلامية من جديد، كما أنها ستزيد النفوذ الإيراني في المناطق السورية. إلى جانب ذلك، اعتبر السيناتور الأمريكي لينزي جراهام أن هذا القرار المنفرد سيكون أسوأ قرار اتخذه رئيس أمريكي، حيث أن الحرب التركية الكردية سوف تخرج عن السيطرة، إلى جانب منح مصير الملف السوري لثلاثة دول من دون الوجود الأمريكي، وهي إيران وتركيا وروسيا. سنخرج من سوريا قريبا جدا، دع الآخرين يعتنون بالأمر، قريبا سنخرج. تصريح الانسحاب من سوريا تبعه إعلان تجميد 200 مليون دولار أمريكي مخصصة لتحقيق الاستقرار شرقي الفرات، ما دفع أنقرة بتصريح مؤيد لهذا القرار، حيث اعتبرته الأصوب بعدم صرف هذه الأموال على وحدات حماية الشعب الكردية المصنفة إرهابيا في تركيا. تزامنا مع ذلك، عززت القوات الأمريكية مواقعها العسكرية في مدينة منبج السورية، حيث شملت التعزيزات 300 عسكري إلى جانب عدد ضخم من المعدات الثقيلة، لكن التقارير تشير إلى أن هذه التعزيزات وصلت بالتزامن مع إعلان تركيا توسيع العمليات العسكرية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية والتي تعد حليفا لأمريكا. تصريحات ترامب بالانسحاب من سوريا قد تخفي في طياتها خططا أمريكية مجهولة المعالم، وقد تقلق حلفاء واشنطن في المنطقة وعلى رأسهم السعودية وإسرائيل اللتان تحشدان القوى العالمية لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وخصوصا في سوريا. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو دكتور عنان وهبي مستشار الأمن القومي، مرحبا بك. وينضم إلينا من الولايات المتحدة عبر خدمة سكايب سيد توم حرب مدير مركز التحالف الأمريكي الشرق أوسط لدعم الديمقراطية. مرحبا بك سيد توم، أبدأ معك، إلى أي مدى ترامب جدي بهذا التصريح بالانسحاب من الميدان السوري وسط تعزيز قوات أمريكية في منبج في الشمال السوري؟ ثلاث نقاط. أول نقطة أنه نحن نعرف بأي مناسبة كان عم بيقول الخطاب. هو كان عم بيقول الخطاب بأوهايو ضمن برنامج إعادة دعم البنية التحتية في الولايات المتحدة وصرف الأموال بالجهات اللازمة، وإذا نحن موجودين بسوريا وعم نصرف أموال خارج الولايات المتحدة علينا إعادة النظر بالاستراتيجية اللي نحن موجودين فيها ببلدان الخارج. أما النقطة الثانية بالمضمون، هو بالفعل أعاد خلط الأوراق مع العالم العربي، إنه كان في نقطتين مع العالم العربي. الدول الحلفاء في العالم العربي بدون يمولوا أي حملة عسكرية للولايات المتحدة ضمن سوريا، وثاني نقطة إنه بدون يشكلوا جيش ردع عربي كناتو عربي للدخول إلى سوريا ومساندة القوات الخاصة للولايات المتحدة لقطع خطوط التدخل الإيراني عبر العراق لسوريا وطبعا لحزب الله، وثاني نقطة لإقامة مناطق آمنة داخل المناطق السورية لحماية اللاجئين السوريين. نعم، يعني سيد توم يعني ما تقوله وكأن ترامب يقول لحلفاء هذه المنطقة أو للدول العربية، إذا لم تقومون ببناء ناتو عربي يحارب في الميدان السوري وبأماكن أخرى وربما برعاية أمريكية
سأغادر الميدان السوري بشكل واضح. يعني عم بيوجه يعني تحذير للعالم العربي انه لازم وهيدا من ضمن حملته الانتخابيه انه نحن اذا بدنا نكون بسوريا لازم شركائنا يشاركوا بالمعارك بسوريا وتحرير سوريا، وثاني نقطه يساعدونا ماديا لانه نحن ما باستطاعتنا كولايات متحده نصرف اموال على بلدان غيرنا وما يجينا شيء بالمقابل. شركائنا بالعالم العربي لازم يكونوا حلفاء حقيقيين، وانا بتصور هيدي رسالة واضحة وجهها اليوم لحلفائنا في العالم العربي، ولأجل ذلك شفنا إعادة ردة فعل من العالم العربي تيشوفوا أنه طيب شو فينا نعمل مع الرئيس ترامب تيضل بسوريا وشو الشروط اللي عم يطلبها تيكون بسوريا. نعم أبقى معي سيد توم. دكتور عنان، هناك من استهجن من هذا التصريح لأنه من تغنى بمواجهة النفوذ الإيراني هو ترامب وحشد حلفاء إقليميين ودوليين والانتقاد، وذكر الدول العربية الانتقاد من الدول العربية حتى من إسرائيل بأنك تترك فراغ للنفوذ الإيراني في الميدان السوري، ربما كما ذكر الضيف هو رسالة لهؤلاء الحلفاء في نهاية المطاف. نعم، نحن نعرف بأنه عندما دخلت أمريكا كل ما يحدث في الأراضي السورية لم يكن القرار منذ البداية الدخول في هذا المجال السوري، وجاء القرار متأخرا، وكان الإعلان عن نوعين من الأعداء. العدو الأول هو التطرف الإرهابي الإسلامي طبعا بشكل داعش، والعدو الثاني هو إيران وكل المشروع الإيراني الذي يسعى إلى إضعاف العالم العربي وإلى المد نحو المتوسط، وهذا كان التصريح الأمريكي. لأنه الآن جاء التصريح هذا في أوهايو ربما مدروسا، ربما هذا تصريح أولي لا نعرف، سنرى ماذا يحدث لاحقا، إنما يأتي عندما تكاد تنتهي الحرب في سوريا، هنالك جهة منتصرة في سوريا، وهذه التسوية وبداية تقسيم النفوذ من جديد، يأتي هذا التصريح الأمريكي وهو ليس بسهل في تلك الفترة، في هذه الفترة بالذات. روسيا قد تفهم من ذلك بأنها ستبقى القوة العالمية الوحيدة في الأراضي السورية، إضافة إلى تدخل فرنسي ضئيل وإلى ربما تواجد أمريكي بسيط في بعض المناطق، لأن هذا التصريح سيلقى الكثير من ردود الفعل. سمعنا مؤخرا يعني يقول بن سلمان ولي العهد السعودي بأنه إذا تركت أمريكا سوريا فهي ستقدم دمشق لإيران بكل سهولة. نعم، حتى لافروف تحفظ على تصريح ترامب ويشكك بجدواه في نهاية المطاف. أعود إليك مرة أخرى سيد توم، بدنا نقول هذا التصريح جاء بعد زيارة لمحمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، وهناك والسعودية حليفة الولايات المتحدة وهي تواجه النفوذ الإيراني، وربما هذا التصريح يغضب السعودية ويغضب إسرائيل، لكن ما تحدثت عنه من رسالة للحلفاء وللدول العربية هناك من يعتبره حتى ابتزاز أمريكي لهذه الدول. هذا ليس ابتزازا، هذا واقع، انه الرئيس ترامب عنده الشفافيه التامه، يتكلم للجمهور الامريكي اللي انتخبه بشفافيه، وكذلك الامر مع حلفائنا في الشرق في العالم العربي والشرق الاوسط، وكذلك مع حلفائنا في اوروبا، يعني حتى مع حلفائنا في اوروبا إن كانت فرنسا أما بريطانيا أما ألمانيا حطوا تحت شروط لأجل إعادة النظر بالملف النووي، إنه إذا بدكم الملف النووي يبقى هؤلاء ثلاث شروط أساسيين، هو ما في يوم نهائي إنه أي متى إيران تعمل السلاح النووي، ممنوع على إيران الالتزام بالسلاح النووي السلاح البالستي، ودعوة توقيفها لدعم المنظمات الإرهابية وزعزعة أمن المنطقة. إذا قدرتوا عدالتوا الاتفاق كانوا به خير، إذا ما قدرتوا عدالته بالاتفاق أنا بدي ألغيه ب 12 أيار القادم. يعني في ملفات عديدة عم بيدرسها ترامب بخارج الولايات المتحدة، ابتداء من كوريا الشمالية، ثانيا إيران، وثالث نقطة هي الوضع في سوريا. وأنا أتصور أنه بجميع المناضلين في العالم العربي وفي سوريا والشعب السوري الحر اللي بده يتخلص من بشار الأسد، بدل ما يوجهوا لومهم اليوم على الولايات المتحدة وموقف الرئيس الأمريكي، عليهم أن يذهبوا إلى القاهرة إلى الجامعة العربية ويطلبون اجتماعات استثنائية في الوقت الحاضر لدراسة هالنقطتين الأساسيات، دعم الولايات المتحدة بتحرير سوريا، تأليف جيش عربي لقطع الحدود الإيرانية عبر العراق وعبر بمنطقة أبو كمال، لأنه حسب المصادر اللي نحن وصلت لنا أنه قدرت الولايات المتحدة مع الوحدات الكردية تحرير منطقة الرقة وهي
المركز الأساسي العاصمي لداعش، ولكن تيتروا يوصلوا على منطقة أبو كمال ويقطعوا الخطوط، ما في عندهم جيش كافي حتى من الوحدات الكردية إذا حتى أخذوا هالخطوط يقدروا يستمروا فيها. فمن هالمنطلق هذا على الدول العربية التحرك فورا لوضع استراتيجية، وأنا برأيي هذا شيء إيجابي. الرئيس ترامب سلط الأضواء إلى اليوم لوضع استراتيجية استثنائية لسوريا. نعم، يبقى معي سيد توم. ربما قيل كثيرا بأن هذا الشخص دونالد ترامب لا يوجد له استراتيجية حقيقية، لكن من يتابع تحركاته في الآونة الأخيرة ربما بدأت تتضح معالم هذه الاستراتيجية. رأينا بوادر إيجابية مع كوريا الشمالية فقط من خلال التصريحات والتهديدات، وربما كما ذكر السيد توم بأن هذا التصريح لم يأتي من فراغ، هو وربما هذه هي استراتيجية ترامب كما يقال، يقوم برمي قنبلة جس نبض الأطراف وبعد ذلك يأخذ القرار. ربما رجل الصفقات، نحن نرى أنه الاستراتيجية الأمريكية السياسية هي تعكس نوع من فكر اقتصادي ربما، وعندما تحدث بداية عن أمريكا فيرست يعني أمريكا أولا، نحن نرى ذلك كسياسة واضحة بالنسبة للداخل الأمريكي، لأنه بالنسبة للشرق الأوسط أنا لم أستطع حتى الآن أن أرى وضوح بتلك الاستراتيجية، ربما لاحقا سنرى هذا الوضوح. الآن أمريكا بما تفضل فيه الأخ توم تريد ربما أن تكون جهة عربية واضحة لها تدخل أو نفوذ على الأقل عسكري وواقع عسكري على الأرض كجهة، تضاهي ربما إيران من جهة والتدخل التركي من الشمال من جهة أخرى، لتكون القوى التي ستحسم الصراع إقليميا هي قوة محلية والتدخل الأجنبي يكون ضئيلا. يعني عندما أمريكا تحدثت عن no boots on the ground، ما بدأ أنه يكون في جنود مرة أخرى تحارب في الشرق الأوسط لمدة طويلة من الزمن، ربما هذه هي الاستراتيجية بعينها. أعود إليك سيد توم باختصار، ربما ما ذكرته كل ما ذكرته قبل قليل هو إشارة بأن ترامب لن ينسحب من الميدان السوري، وأكبر دليل على ذلك هو تعزيز قوات أمريكية في منبج، حتى أنباء عن تعزيز قوات فرنسية في منبج، وهناك تماشي في المواقف بين فرنسا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. هل هذا ما قصدته؟ عدم لا يوجد مغادرة أمريكية للميدان السوري؟ هذا هو الصحيح، لأنه اليوم نحن كولايات متحدة ما عندناش 100,000 و 200,000 جندي بسوريا، عندنا 3,000 من الوحدات الخاصة اللي هي إشراف على العمليات العسكرية داخل سوريا. يعني هو العدد انه بالفعل كثير ضئيل بالنسبه لشو كيف بدك تنقل سوريا. من هالمنظار هذا يعني شو بده يسحب 1000 جندي امريكي ترامب، بس عم بوجه كيف رساله واضحه لدول العالم ولحلفائنا بالعالم العربي، وما مثل ما تفضلت وقلت حتى فرنسا رح تتدخل عسكريا تتحمي منبج، وهذا انذار لتركيا، لانه تركيا كمثال الامر عدو بالناتو وبالحلف الاطلسي، وهي اليوم عم تتحدى حتى فرنسا والولايات المتحدة، وهذا خطأ استراتيجي كذلك من تركيا. نعم، سيد توم حرب مدير مركز التحالف الأمريكي الشرق أوسط لدعم الديمقراطية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. دكتور أنان سوف تبقى معي، والآن أعزائي المشاهدين إلى الملف الرابع والأخير. قال التلفزيون السوري إن حافلتين تقلان أول مجموعة من مقاتلي جيش الإسلام وأسرهم غادرتا مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية في طريقهما إلى شمال سوريا. وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر أن تتجه الحافلتان إلى مدينة جرابلس في الشمال بموجب اتفاق توصلت إليه الحكومة السورية مع جيش الإسلام. يأتي ذلك فيما أنهت السلطات السورية عملية إخراج المئات من مسلحي فيلق الرحمن وعائلاتهم من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى إدلب. بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اتفاقا مع فصيل جيش الإسلام للخروج من دوما آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة وأكبر مدنها، وإسدال ستار على حرب سورية في الغوطة الشرقية وفصول معاناتها التي استمرت أكثر من 5 سنوات وأسفرت عن مدينة أشباح ساوت المقاتلات السورية الروسية عليها بسافلها، يخرج نفي الفصيل خالطا الأوراق في الساحة الميدانية والسياسية ربما، فجيش الإسلام يتفاوض للبقاء في غوطة دمشق
وليس الخروج منها، فيما تعلن الوكالة السورية للأنباء عن دخول عشرات الحافلات لإجلاء مسلحيها، وحتى أفادت مصادر عن انطلاق أربعة منها نحو جرابلس في ريف حلب الشمالي. إذن ضبابية تحوم حول مشهد دوما واتفاقها مع الدب الروسي، صورة تختلف تماما لما ضج في حرسة والقطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بإجلاء مدنيين ومسلحين وحافلات اكتظت بهما. كنا هنا إلى يوم القيامة، ولا أحد يحسن يخرجنا من هذه البلاد، وهذه بلاد أجدادنا وأراضينا. أما في الجانب الآخر في حماة وفي جنوب شرقها، أعلنت وكالة سانا للأنباء عن سيطرة القوات بشكل كامل على قرى تقسيس والعمارة والجومقلية دون مقاومة. معركة الغوطة الشرقية واشكت على الانتهاء، فيها خسارة تمثل ضربة قوية للمعارضة السورية المسلحة، فيما تتجه الأعين نحو منطقة القلمون في معركتها ضد المعارضة هناك، التي خيرتها سوريا وروسيا بين تسليم أسلحة أو حرب جائرة، فيها شبح الغوطة يلوح في مخيلة من أرادها. ولنقاش هذا الموضوع معي منذ البداية الدكتور عنان وهبي مستشار الأمن القومي، مرحبا بكم جديد، وانضم إلينا عبر خبرة سكايب من السويد السيد عبد الجليل السعيد محلل سياسي، مرحبا بك سيد عبد الجليل. أبدأ معك عبد الجليل، الحديث عن اتفاق مع جيش الإسلام أبرم من خلال روسيا، والحديث ربما عن حسم المعركة في الغوطة الشرقية، في البداية أين برأيك وجهة القوات السورية بعد ذلك، وهل نستطيع القول بأن هذه المعركة انتهت؟ مساء الخير لك ولضيفك ولمشاهديك أستاذ فراس. أعتقد أن معركة الغوطة قد انتهت قبل أن تبدأ، لأن الاتفاقات الروسية كانت ملزمة لمختلف الأطراف، وتم التوصل إلى رعاية ربما تكون تركية لهذه المفاوضات، أفضت إلى خروج فيلق الرحمن في البداية، ثم الآن يتم العمل على خروج جيش الإسلام. حساسية خروج جيش الإسلام ربما تتعلق بعتاده وعدده وبطبيعة المناطق التي ستستقبله. الحديث يتم عن جرابلس في شمال سوريا أو في أقصى الشمال لمحافظة حلب، بعيدا عن إدلب التي ربما تسيطر عليها مجموعات ذات نفوذ وتتبع لجبهة النصرة. بالمحصلة إن ما يجري في الغوطة هو استغلال فاضح وواضح لخفض التصعيد الذي تم الحديث عنه سابقا، وتم التخلص من هذا القلق بين قوسين كما يسميه النظام له في أطراف العاصمة، ومن ثم بسط السيطرة عليها للاتفاق وصفحة جديدة. ربما أعتقد أنا شخصيا ستكون الجنوب، وأؤيدكم في هذه الفكرة. نعم، ابقى معي سيد عبد الجليل. دكتور عنان، ماذا يعني وهو يقول بأن هذه المعركة حسمت قبل بدايتها بالنسبة للغوطة الشرقية، لكن حسم هذه المعركة ماذا يعني للنظام السوري ولروسيا حتى؟ أنا أرى بأن هذا الإخلاء في الغوطة الشرقية هو استكمال لنوع من اتفاقات غير مباشرة ما بين أطراف إقليمية، ترجمت الآن على أرض الواقع. مثلا جيش الإسلام مرجعيته سعودية، وفيلق الرحمن له مرجعية قطرية، وبالتالي هذه الجهات هي معنية برسم نوع من واقع سياسي جديد. طبعا يرى المستقبل لسوريا بشكل يبقي الأسد لفترة لاحقة، ولكن لا يريد بقاء أو دخول إيران إلى سوريا، وبالتالي هذا نوع من اتفاق غير مباشر، ونحن نرى هذا التأثير الخارجي على هذه القوات التي أخلت الغوطة الشرقية، طبعا إضافة إلى العملية العسكرية الضارية التي تمت من قبل يعني الجيش الروسي وبمساندة ومساعدة الجيش السوري. والوجهة القادمة الجنوب السوري؟ ربما الآن تم بشكل واضح نزع كل تهديد مباشر من الغوطة الغربية، أولا رأيناه سابقا، والآن طبعا بعد معركة حلب الكبيرة، والآن من الغوطة الشرقية، وبالتالي ربما لاحقا سيكون منطقتين تدور في هذا الصراع، أو الجنوب، منطقة الجنوب مع الأردن والجولان، وكذلك أقصى الشمال إلى إدلب. إلى إدلب فينا. أعود إليك سيد عبد الجليل، لماذا ترجح كفة القتال بأن تكون الوجهة إلى الجنوب السوري وليس على سبيل المثال إلى إدلب، أينما دعنا نقول يحشر أو تحشر جميع الفصائل المسلحة هناك؟
لا أعتقد أن تكون إدلب، لأن موضوع إدلب حسم بين الروس وبين الأتراك لمصلحة الإشراف التركي، وستتولى ربما تركيا تنظيف تلك المنطقة بحسب ما تقول الأنباء أو ما يتسرب عن الصحافة الروسية من جبهة النصرة، وبسط جيش حر موالي لأنقرة في تلك المناطق. هذا الأمر مرتبط باتفاقات روسية تركية، لأن روسيا أعطت لتركيا ما لم تعطيه إياه أمريكا نفسها في سوريا. هذا الاتفاق بين السيدين أردوغان وبوتين سمح للسيد أردوغان بالسيطرة على عفرين بشكل يعني مباشر، وربما يسمح له بأن يتحرك باتجاه إدلب بشكل أكثر وضوحا. فيما يتعلق بالجنوب، ربما يسيل لعاب الحلفاء إلى منطقة جغرافيا سهلة وعسكريا ساقطة ناريا كما يقال، وبالتالي السيطرة عليها في ظل الإحجام الدولي والابتعاد عن مناقشة الملفات التفصيلية في الشأن السوري والاكتفاء بترك الكرة في ملعب اللاعب الروسي وخلفه اللاعب التركي وبينهما كما يقال اللاعب الإيراني. أعتقد أن الأطراف متفقة فيما بينها على النفوذ، والخلافات التي تظهر إلى العلن أحيانا غير ربما تكون منطقية أو جذرية، إنما هي مرتبطة ببعض التفاصيل التي لم يتم الاتفاق عليها. حتى الروس أنفسهم باعتقادي أنهم سيستثمرون في ما يسمى بسط سيطرة الدولة على مناطق عجزت المعارضة المسلحة أن تكون فيها بديلا للدولة، وبالتالي يسهل عليهم تغيير هرم الدولة أي استبدال بشار الأسد بطريقة سهلة جدا، لأنهم أصبحوا يملكون زمام الأمور في سوريا بدءا من يعني التفاصيل المتعلقة بمعيشة الناس وانتهاء بالقضايا العسكرية وقضايا الأمن القومي، لأنهم يفاوضون عن السوريون ولأنهم يتحدثون باسم السوريين ولأنهم يناقشون باسم القيادة السورية كما يسمى أو نظام بشار الأسد، وبالتالي يسهل عليهم فيما بعد استبدال هذا النظام عبر عملية ممتدة إلى صفقة أمريكية روسية أو حتى صفقة روسية تركية أو حتى صفقة روسية عربية. نعم، يبقى معي سيد عبد الجليل، أردت التعقيب دكتور علي. نعم طبعا، بشكل واضح وأنا وافق بأنه المعارضة السورية لم تستطع أن تكون جهة تأتي بحل، جهة بناءة تأتي بحل على المستوى الوطني، إنما ما زالت معارضة مسلحة وانتقلت الآن شمالا. يجب أن نذكر بأنه هنالك قوات مسلحة كثيرة هي متنازعة فيما بينها، ولكن قد تعيد مرة أخرى وتعرقل هذا الانسجام الذي نراه ربما الآن في سوريا، وهي جهة إذا لم توافق على أي مخرج لهذه الحرب، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من إعادة تقسيم النفوذ والمكاسب من مخارج هذه الحرب، ولا يوجد حسم بالكامل على الأراضي السورية، هذه القوات هنالك 3000 محارب داعش قد تعود وتعمل في سوريا. يعني كل التصريح الأمريكي بأنه لن يبقى على الأراضي السورية، وكل تصريح جديد عربي خليجي أو فارسي قد يبدأ هذا النزاع من جديد. ولهذا السبب المرحلة دقيقة جدا، ويجب أن نذكر بأنه حررت من وجهة نظر الأسد المنطقة الغوطة الشرقية، إنما لم تحسم عسكريا الحرب نهائيا. نعم، أعود إليك مرة أخرى سيد عبد الجليل، وذكر قضية النفوذ أو صراع النفوذ في الميدان السوري، ومن يذكر خطة باء حين كانت محادثات في جنيف أو في مناطق أخرى، وكأن خطة باء اليوم موجودة في الميدان السوري. هناك نفوذ تركي في الشمال السوري، نفوذ أمريكي أيضا، نفوذ روسي، وربما في المستقبل نفوذ إسرائيلي ونفوذ أردني في جولان، وكأن الأمور ذاهبة إلى خطة باء. يعني أنا باعتقادي أن النفوذ بالدرجة الأولى في سوريا هو تركي، هو روسي أمريكي، ما دون ذلك يأتي النفوذ الإيراني والنفوذ التركي، وما بين هؤلاء يأتي نفوذ، ربما نتحدث عن نفوذ فرنسي أريد له أن يظهر إلى العلن في الأيام الماضية. لكن بالمحصلة الأمريكان والروس بعيدا عن السجال السياسي أو الإعلامي الظاهر، هم متفقون فيما بينهم على كثير من التفاصيل في سوريا، فيما يتعلق بالجنوب، فيما يتعلق بالشمال، فيما يتعلق حتى بتنسيق العمليات العسكرية المرتبطة بالأتراك. رأينا على سبيل المثال في
ما يتعلق بملف عفرين. بمجرد أن قامت القوات التركية باقتحام تلك المنطقة كانت التصريحات الأمريكية أسرع من التصريحات الروسية بأنه لا يوجد لنا جنود في تلك المنطقة ولا يوجد لنا قوات ندعمها، وكأنهم يخلون مسؤوليتهم ويطلبون من الأتراك الاستمرار بالمزيد تلك العمليات للسيطرة على الجانب الكردي. لكن فيما يتعلق بتبادل هذه النقاط سواء كان ألف أو باء، تبادل حتى هذا مرتبط بتفاصيل يدفع ثمنها في الأول والآخر الشعب السوري. الشعب السوري اليوم بلا معارضة مقنعة كما قال ضيفك الكريم، وبلا قيادة يعني سياسية في نظام أصبح ذليلا مهللا يحكمه إيراني ويسيطر عليه الروسي ويتحكم به الشرق والغرب. هذا النظام أفضى إلى تساقط في العملية الاقتصادية، أفضى إلى نهاية في الصراع المسلح، وبالمحصلة بات هذا النظام عبء على حلفائه قبل أن يكون شرا لأعدائه. نعم، ابقى معي سيد عبد الجليل. ما ذكرته قبل قليل ربما بالنسبة لفيلق الرحمن وجيش الإسلام بأن قد تكون هذه الاتفاقات إذا كانت أيضا برعاية قطرية سعودية ربما إشارة أيضا لتمديد ولاية الرئيس السوري. أولا نحن لا نعرف ما هو الحديث الخفي ما بين تلك الدول الخليجية وبين أمريكا بالنسبة للتنسيقات الاستراتيجية العسكرية والسياسية اللاحقة، إنما نحن نرى نوع من تقبل خليجي لبقاء الأسد على الأقل للفترة الانتقالية وكل هذا الحديث، ولكن الخليج لا يريد ولا بأي شكل من الأشكال أن تكون إيران هي المنتصرة وتبسط سيادتها وتتقدم نحو المتوسط وتستكمل كذلك التغييرات الديموغرافية التي بدأت فيها في داخل سوريا، وهذه مخاوف خليجية حقيقية. هل تخفي هذه الدول نوايا عسكرية ببناء حلف عسكري أمريكي عربي وإلى ما ذلك؟ نحن لا ندري، وإنما هنالك مخاوف واضحة، وأنا لا أرى في الأفق هذه التسوية إنها ستبقى أو ستفضي إلى استقرار في سوريا للأسف. نعم، دكتور عنان وهبي مستشار الأمن القومي، شكرا جزيلا لك. وسيد عبد الجليل السعيد محلل سياسي كنت معنا عبر خدمة سكايب من السويد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام هذا المساء، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده إلى المناظرة اليومية، ابقوا معنا.